بسم الله نبدأ سعادة جديدة. كثيرون يبحثون عن هويتي، ومنهم من حاول الكشف عن شخصيتي. بدأت معكم رمضان وتفاعلتم بكل إحسان مع قلوب عفيفة آمنت بأن الناس للناس وأن الدنيا ما زالت بخير. وها قد اقترب موعد اللقاء، فانتظرونا في الحلقة الأخيرة من برنامج قلبك وأنت لتعرفوا من هو غيث.